طيب انا كنت عايز اعمل فيديو ده عشان اوريكم الجريبر شغال ازاي، يعني لحد ما. فاول حاجه عايزين نشوف الليفتنج ميكانيزم ده شغال ازاي. ده جريبر او اي حاجه يعني، مش مشكله. فده مفروض ده الليفتنج ميكانيزم، يعني ده هيطلع حاجه كده وينزل كده. الليفتنج ميكانيزم ده يعني مزايا ان هو بسيط جدا، هوريكم ازاي دلوقتي. بس عيوبه ان لو خدت بالكم الجريبر ترجع لورا وبتروح قدام، بس محافظ على الاورينتيشن. يعني دي ما بتتنيش كده اهو مثلا، فاهمين قصدي؟ يعني طول ما هي شغالة ما بتلفش، يعني ما بتتعوجش. يعني دي بتتعمل ازاي؟ لو المسافة دي قد المسافة دي في حاجة اسمها فور بار ميكانيزم. ده كده لفت ميكانيزم كشغال ازاي، يعني دلوقتي هو متصنع ازاي او هيتصنع ازاي، بعيد عن الجريبر برضو كده بتكلم على ده. انا عايز اخليكم تتخيلوا ان الموضوع معمول من ايه. يعني دي بتاع لوحدها، يعني دي كده حتة لوحدها تقطع ليزر ويبقى طالعة شكلها كده بالظبط. فبس فهي دي اللي هي الحتة دي، ماشي؟ حلو. وبعد كده بس عشان بتاع بيقلب مني، في الحتة دي في منها بتاع أربعة مثلا، بس أنا عايز أفتحها أهي. دي برضو حتة واحدة هتتقطع منها أربعة حتت، يعني تقطع فين الأربع حتت بتوعها؟ هما اتنين، أربعة، واحد اتنين تلاتة، لأ هما سوري هما اتنين، واحد اتنين. بعد كده بقى في حتتين تانيين هتطلع لوحدهم برضو، دي و ده، لأ مش ده، و الأختها التانية دي هتتلزق هنا، يعني هتتلزق في خرمين هنا كده، نفتح ده برضو، خرمين هنا هيتلزق فيهم الحتتين اللي هما لأ اللي هما دول من دي يعني. فده كده ليفت ميكانيزم. ماشي. فكده دي الحاجة دي هتتلزق ودي هتتلزق. دول اي حاجة فيها خروم غالبا يبقى فيه مسمار وصامولة، يعني هنا مسمار والناحية التانية هنا كده صامولة. بس لو خدت بالك الحاجات دي بتلف، فينفعش تقرط عليها، مينفعش اقفل المسمار والصامولة للاخر عشان هيمنع اللفة دي، يبقى بس حاجة كأنها بتخليهم ما يطلعوش عن بعض يعني، فينفعش اقفل الصامولة للاخر. حلو ماشي. ده كده الليفتنج. نخش بقى على الجريبر لوحدها اصلا. مش دلوقتي الجريبر دي المفروض هتشتغل ازاي؟ يعني لو قلنا احنا ما نعرفش الموتور فين اصلا، المفروض في ده حاجه اسمها ركن بينيون زي التروز كده، بس يعني لما البتاع اللي تحت ده يلف اللي هو الجير ده بتاع يتحرك ودي ثابته. طيب ده برضه معمول ليزر، فلازم يكون معمول حاجات 2D، ما ينفعش يبقى الحاجه 3D. يعني انت تحس ان الحته دي كلها على بعض 3D، بس هي في الحقيقه 2D. ازاي بقى؟ تعالى مثلا ناخد الحته دي الحته اللي متركب فيها، يعني هيتعشق هنا كده في الحتتين دول. هيتلزقوا برضو زي ارمين صغيرين كده. فالارمين دول على شكلهم عامل ازاي؟ اللي هو منتحية الحته دي معموله ازاي؟ هي فيها التعشيقه دي هتخش في البتاع اللي فاتت اللي هي دي، هتخش منها اتنين يعني مش واحده، وفي الاخر هيتلزقوا. يعني دي اصلا دي اتنين، دي مش قطعه واحده من الدراع يعني. حلو. وهنا البتاع دي مخرومه كده ليه؟ عشان ده هيبقى زي مجرى. راحت فين دي؟ زي مجرى كده. حلو حلو ماشي. دلوقتي الترس ده اصلا محطوط على الموتور، الموتور اهو باين من ورا، الموتور متثبت بمسمارين، مسمار يمين مسمار شمال هنا. يعني او المسمار هيخش ازاي؟ يخش اهو من الحتتين دول وهيخش جوه، هيبات يعني في تبيتة هنحطها هنا على اساس ان هو ما يلمس الجير، يعني عشان الجير ما تخبطش فيه. والبتاع ده كله اصلا ده كله عبارة عن حتت، يعني دي مجرى زي ما قلنا. حاول نشيل البتاع دي كده عشان يبان فين visibility اهي، تمام كده. بس خفيت الحتة اللي قدامي يعني عشان نبين الحتة في البتاع دي. البتاع دي يعني هي المخلية البتاع ده ما يقعش ويخليه يمشي في المجرى ما يقعش. يعني الحته دي الحته دي حته صغيره برضو كده اهي، تمام. برضو ماشي. نشيل بقى الحتت دي برضو عشان نشوف الدنيا. visibility off دي برضو راكبه فين؟ دي راكبه في البتاع ده. بتاع ده عامل ازاي؟ اهي ده مكان الماتور عشان الماتور عنده الشكل ده كده فيه،
والأربعة دول هما بتوع البتاعة دي عشان تركب فيها يعني. والناحية دي من ناحية، ومن الناحية التانية هنا المجرة، المجرة اللي هي فين اسمها بينيون تقريبا، هي دي. مش في حاجة تانية بس. والحاجات دي كلها بقى بتربط، أي خرام هنا غالبا بيتربط فيها مسامير يعني، والمسامير طبعا بنحطها بحيث ان هي ما تلمس الجير يعني، المسامير هتبقى ورا دي مش هتبقى عليها. ليه تاني؟ خلينا نرجع الفيزيبيليتي بقى. ماشي مش مشكلة. دي بتاع اللي احنا كنا بنجرب عليها ان احنا نمسكها يعني، دي كانت في مشروع قديم يعني. ما علينا. بس وهنا ورا زي ما قلنا لازق فيها حتتين عشان الفور بول كازم يطلع وينزل. في حاجة نسيت اقولها برضو، فين في الليفت بليز. ماشي دلوقتي ده حلو، ده المفروض يطلع وينزل، بس عشان يطلع وينزل هو مش هيطلع ينزل لوحده يعني، هو مش هو هنا عقبال كده حتة خشب، فالحتة اللي بتلف دي هنا هيبقى فيه موتور، لان انا كنت ما رسمتوش لسه زي ده كده بس الاسود بقى، فهيبقى متثبت في الارض. فلما يكون متثبت في الارض ويكون ملزوق هنا، او يعني هو يتركب بطريقه ما يعني بمسمار وصامولة يعني، ويلف، هيخلي البتاعه دي تلف بس. والبتاعه دي لما بتلف هي اصلا مربوطه في الحاجات دي، بس مش يعني مربوطه، بس المسمار مش مربوط هنا مثلا على الاخر عشان ما يزنقش، عشان يعرف تعرف تلف اصلا. فلو المسمار مش مربوط على اخره هيعرف يلف اللفه دي، كاني حاطط بس زي بن او حاجه في النص بس تسهل الحركه يعني. وبس بس كده.